أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز العناوين التي وردت في الصحافة العربية والعراقية والعالمية. في صحيفة العربي الجديد، تنظيم داعش يتبنى تفجيري بغداد والكاظمي يقيل ضباطا بارزين. في الزمان، أكبر حملة تغيير تشهدها القوات الأمنية عقب فاجعة ساحة الطيران. العرب اللندنية قالت أردوغان يلوح بشن عملية عسكرية في قضاء سنجار العراقي. القدس العربي المرزوقي يحذر من الانقلاب على الدستور التونسي والعودة للنظام الرئاسي. في موقع الحرة تويتر يقول إن حساب خامنئي الذي علقه مزيف، وكل الوقائع تثبت العكس. في الخليج الإماراتية، زعيم الأغلبية الديمقراطية لائحة اتهام ترامب ترفع الاثنين إلى مجلس الشيوخ. وأخيرا في الشرق الأوسط، مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين لويد أوستن وزيرا للدفاع. أعاد التفجير المزدوج الذي وقع في منطقة الباب الشرقي ببغداد يوم الخميس الماضي وخلف أكثر من 35 شهيداً و113 جريحاً، أعاد إلى حياة العراقيين مشاهد الرعب والدم والأشلاء. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إنه على الرغم من أن الرواية الحكومية بشأن التفجير كانت غير ناضجة، فإنه يمكن النظر للتفجير المزدوج من عدة زوايا. فالمتابعة. دلالة السياسية. يأتي التفجير في وقت تزداد فيه المشاحنات السياسية بين القوى الحاكمة، ويحتمل أنها خطوة لخلط الأوراق والتأكيد أن القوى المالكة للمال والسلاح قادرة على إعادة البلاد إلى مربع التفجيرات إن تم استهدافها أو عدم إعطائها الدور المطلوب في المرحلة المقبلة. الدلالة الزمنية. يأتي التفجير بعد أقل من 24 ساعة على تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وهي رسالة عابرة للقارات، وكأن المتحكمين بالملف العراقي يريدون أن يوصلوا رسالة لواشنطن أن استقرار العراق لا يكون إلا عبر بوابتنا. الدلالة المكانية. تتمثل في كون التفجير وقع في ساحة الطيران، وهي ساحة متصلة بساحة التحرير، قلعة المظاهرات التشرينية، وعليه ربما كانت الرسالة أن هذه الأماكن لم تعد آمنة للتظاهر، أو أننا قادرون على تفجيرها بمن فيها في أي وقت نشاء، وهي رسالة سياسية من جهة وترهيبية للمتظاهرين من جهة أخرى. الدلالة الجنائية. إن الذين قاموا بتنظيف مكان انفجار بغداد بعد ساعة من وقوع التفجيرين قبل رفع أي أدلة جنائية يؤكدون أن هنالك قوى فاعلة تسعى لتغطية جريمتها، وإلا فما هي دواعي التنظيف لمسرح الجريمة قبل رفع الأدلة؟ العراقيون سئموا من الوعود غير المثمرة ومن لجان التحقيق الضعيفة، وهم يحلمون حقيقة بغد مليء بالأمن والسلام والمحبة، فهل أحلامهم صعبة المنال في بلادهم المليئة بالأحزاب والإرهاب والصراعات المحلية والدولية؟ يتساءل الكاتب. إن ثمة استثمار سياسي في أعراس الدم المتكررة في العراق، وراء كل انفجار يسارع الجميع إلى استحضار ماذا؟ إلى استحضار تاريخه الخاص وهويته الخاصة وعلاقاته الخاصة وبرامجه الخاصة وتصوراته الخاصة وأوهامه الخاصة أيضا، ويتحول الدم المسفوح فجأة إلى فرصة
ومناسبة لتسجيل النقاط في حلبة الصراع المفتوح. في مقابل ذلك لا يتوقع الناس أن تتدخل الدولة بمؤسساتها لتقدم تقريرها المهني بعد تحقيق جنائي يفترض أنه ينتهي إلى كشف الحقيقة بشكل رسمي ينهي انقسام الشارع وتقاطعاته. تحقيق رسمي معتمد يكشف الجهة التي نفذت وطبيعة الأهداف من وراء جريمتها. عند مراجعة وقائع قرار الحكم الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية باغتيال رفيق الحريري، نرى أن القرار تحدث عن أن التلاعب الذي تم في مسرح العملية قد ساهم في ضياع معلومات أساسية وحاسمة، على الرغم من أن مسرح العملية في وسط بيروت ظل مقفلا لسنوات بعد العملية بالمقارنة مع جميع العمليات التي حدثت في العراق وعددها بالآلاف، كان يتم تنظيف موقع الانفجار بعد حصوله مباشرة، ويكتفي الجميع بتبني داعش المسؤولية دون التحقق من صحة هذا التبني. وفي حالة عدم وجود اعتراف رسمي فالاتهام جاهز ولا يحتاج إلى تدقيق، لهذا فإن القول بأننا اليوم أمام عملية إرهابية مسيطر عليها لاستثمارها سياسيا في سياق الصراع المفتوح بين الدولة والدولة الموازية، وفي سياق الصراع الشيعي الشيعي المحتدم، وفي سياق ما بعد احتجاجات تشرين وتداعياتها، هو كلام منطقي ويثير الشكوك واسعة حول المخططين للعملية ومن غض الطرف من أجل حصولها، بعيدا عن الأدوات التي استخدمت لتنفيذها من الجانب الآخر. إذا ثبت بأن تنظيم داعش كان الفاعل الرئيس لهذه العملية تخطيطا وتنفيذا، فإن هذا يفند الرواية الرسمية عن القضاء الكامل على تنظيم داعش وإغلاق كل منافذ نموه. الكاتب يشير أنه على مدى سنوات تعرضت منطقة ساحة الطيران وسط بغداد إلى عشرات الهجمات أوقعت مئات الضحايا الأبرياء من العمال اليوميين ومن الباعة المتجولين أو المتسوقين من الفقراء، ولم تكن في الواقع هدفا حيويا أو استراتيجيا. وقد كنت أشكك، يقول الكاتب، دائما بأن ثمة استثمار سياسي في هذه العمليات وتوقيتاتها. كان آخرها عملية تفجير سيارة مفخخة في المكان ذاته في تشرين الثاني نوفمبر 2019، والذي كان يشهد احتجاجات تشرين. يومها فشل المسوقون في لصق التهمة بالتنظيمات الإرهابية، وبدا واضحا للجميع أن من قام بها هو نفسه من يقوم بقتل المحتجين قنصا أو بقنابل الدخان باستخدامها سلاحا للقتل. حذفت مجلة فورين بوليسي من أن تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذرت من أن تجاهلها للعراق سيكون خطأ كبيرا، وأشارت إلى أن الهجوم الانتحاري الأخير في بغداد يعد بمثابة تذكير بأن العراق يجب أن يكون أحد أولويات الإدارة الجديدة للبيت الأبيض. وأشارت المجلة الأمريكية في مقال للكاتبة البريطانية من أصل عراقي مينا العريبي إلى أن الانتخابات المقبلة في العراق تعد فرصة لتغيير الوضع في البلاد والحد من التأثير الإيراني في هذا البلد. الكاتبة تقول إن التفجيرات الأخيرة في بغداد، والتي جاءت بعد يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعد بمثابة تذكير أن المخاطر التي يواجهها العراق من المتطرفين لا تزال جدية، وأن وضع البلاد لا يزال محفوفا بالمخاطر من نواح كثيرة. وتطرقت الكاتبة إلى أهمية الاستفادة من المعرفة الكبيرة التي يحملها بايدن وفريقه للعراق من خلال قربهم سابقا من الأحداث في هذا البلد. وترى الكاتبة أن هناك فرصة ضئيلة لكنها مهمة لتغيير الوضع في العراق من خلال الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر. ومع إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة، سيبذل قادة الميليشيات الفاسدون ووكلاء إيران في العراق كل ما في وسعهم لإبعاد الأحزاب السياسية المنافسة والتقدمية العلمانية عن السلطة. ولتجنب حدوث ذلك، يجب أن يكون للإدارة الأمريكية ثلاث أولويات في العراق. أولاً، عدم السماح للعناصر المتطرفة أياً كانت عقيدتها بمهاجمة المصالح الأمريكية في البلاد. ثانياً، دعم الشباب العراقي المنتفض وعدم الوقوف كمتفرجين كما حصل في سنوات ماضية. ثالثاً،
مواجهة أجندة إيران التوسعية في المنطقة من خلال مساعدة العراق على استعادة سيادته والحد من التدخل الأجنبي في البلاد. تشير كاتبة المقال إلى أن ضمان تحويل العراق لجهة فاعلة أكثر حيادية وتأثيرا في الشرق الأوسط من شأنه أن يفيد المصالح الأمريكية وأن يحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة. هل هناك قدرة للأحزاب المدنية على منافسة أحزاب الإسلام السياسي في العراق انطلاقا من الجدل الذي يثيره حزب 25 أكتوبر؟ وهل حقا العراقيون اقتنعوا بالعلمانية التي يتبناها الحزب بعد سنوات من الفشل والفساد؟ لابد أن يكون جوابك وعلى الفور نعم ولا نعم، لو لم يكن العراق هو عراق التفجيرات والاغتيالات والاختلاسات والتحديات التي يرتقها المسلحون أو مسلحون يحملون سلاح الدولة ويرتدون ثيابها ويتجولون بمركباتها المصفحة. الشعب العراقي اليوم ثلاثة: شعب مع انتفاضة التشرين وشبابها وقيمها وأهدافها، ومستعد لتحمل المزيد من الشهداء والمصابين والمختطفين والمهددين، ولكنه شعب أعزل لا يملك السلطة ولا المال، وتتآمر عليه وتتآلف ضد نجاح انتفاضته الأحزاب والميليشيات والحكومة من الداخل، والسفارات وأجهزة مخابرات أجنبية عديدة قوية غنية من الخارج، وشعب آخر حائر أو خائف من سلاح الملثمين الغدار، ويحرص على أن يكتم حبه الحقيقي المنحاز إلى شعب الانتفاضة من أجل الحفاظ على ما بين يديه من لقمة عيش. أما الشعب الثالث فهو الأقوى والأغنى والممسك بالسلاح الوقح المنفلت، ولكن المتغطي بالدولة وشرعيتها وملابسها والممول من وزارة دفاعها والقادر على أن يتحدى ويهين ويهدد ويسخر من أي مسؤول عسكري أو مدني كبير أو صغير دون أن يتمكن أحد من معاقبته أو مساءلته، حتى لو كان ذلك الأحد هو القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نفسه وليس سواه. نعم، إن هذه نظرة تشاؤمية مزعجة، ولكن الواقع العراقي الحقيقي لا يسمح بغيرها، فكل تغيير لابد أن يأتي بعد أن يتحقق التحرير. وبحسب الكاتب فإنه ما دامت إيران هي الحاكمة بأمرها والحامية لجحافل التفجير والاغتيال والاختلاس، فلن تستطيع أي قوة محلية أيا كانت وأيا كان شكلها وأصلها وفصلها أن تخرج الوطن من بئره المظلم الحالي بقوتها الذاتية وحدها. أعلن المسؤول الأمريكي عن الملف السوري جويل ريبرون أن الحل في سوريا صار قريبا، وأنه يتوقع أن ينهار النظام الأسدي فجأة. ثمة عناصر في وضعنا ترجح أن يكون الحل قريبا، وهناك عناصر تجعله مستبعدا إلى زمن يعلمه الله وحده. السبب هو تعارض مصالح ورهانات الممسكين بحل الأزمة السورية الذين يسيطرون على المنخرطين فيه ويحجمون عن العمل لتسوية تضمن التوازن بين مصالحهم وأهدافهم القريبة والبعيدة التي لا علاقة لسوريا وثورتها بها. هل يشجع هذا الواقع الدولي المتناقض الرهانات على حل قريب؟ أم يقول عكس هذا؟ وهل أيقنت موسكو أنها عاجزة عن الخروج من الاحتجاز الأمريكي، وأن من الأفضل لها قبول تسوية تخرجها من الارتباط المفرط بشأن السوري الأسدي تحديداً؟ وتلزمها بالانصراف إلى غيره وسط تحولات دولية فيها من الفرص الافتراضية ما يساعدها على كسر عزلتها الخانقة التي تخلقت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بما قد يترتب على ذلك من ميل أمريكي إيجابي إلى التفاهم معها بنتائجه التي تفوق في أهميتها ما قد يقدمه الأسد لها أو تقدمه هي من تنازلات في قضايا ومسائل لا ترتبط مباشرة بالصراع السوري ولا تنعكس إيجابيا بالضرورة على المعارضة، لكنها تمنح موسكو فرصة الخروج من العزل الخارجي والتخلص من المستنقع السوري. هذه العوامل المتشابكة التي يؤيد بعضها الحل القريب ويستبعده بعضها الآخر
تضمر مجاهيل عديدة لا نعرف تفاصيلها ودورها في سياسات الدولتين الكبيرتين وموضوعاتها الحقيقية. الكاتب يضيف: ومع أن علينا الاهتمام بما قاله الدبلوماسي الأمريكي ريبورون والعمل لمعرفة ما لديه من تفاصيل تسوغ تقديره المتفائل والمفاجئ المعاكس لما يحيط من غموض بالصراع على وطننا وفيه ويسود من ركود في مواقف أطرافه المختلفة، فإن من الواضح أننا لن ننال ما ضحى شعبنا من أجله إن استمرت مواقفنا الأقرب إلى الفرجة على مصيرنا منها إلى العمل لتحقيق أهداف ثورة قدم أهلنا فيها ملايين الضحايا من أجل نيل حريتهم. وبمجرد معلقين على ما يبلغ أسماعنا يدل أن نكون أو بدل أن نكون صناع ما يستمع إليه الآخرون، روسيا وأمريكا وإيران. كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية أن المحادثات السرية بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإيران بشأن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي كشفت أنها مستمرة منذ 3 أسابيع في نيويورك دون علم الشركاء الأوروبيين. الصحيفة قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن دخلت على مدى الأسابيع 3 في محادثات مع الإيرانيين للتحضير لعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر قريب من دوائر السلطة في طهران، فإن المناقشات جرت في نيويورك بين الممثل الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت رافانشي ومبعوث أمريكي في إدارة بايدن. وأضاف المصدر للصحيفة: سنعرف قريبا ما إذا كانت هذه المناقشات قد نجحت أم لا. وأوضح المصدر كذلك أن تصريحات خامنئي في 8 من كانون 2 الجاري استعداد بلاده للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك جاءت بناء على طلب الولايات المتحدة لتأكيد أن القيادة الإيرانية تعتمد على المحادثات الجارية في نيويورك. وأشارت الصحيفة إلى أن أنتوني بلينكين الذي اختاره بايدن لتولي منصب وزير الخارجية أكد الثلاثاء الماضي خلال جلسة المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ أن واشنطن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران شرط وفاء طهران مجددا بالتزاماتها. يذكر أن بايدن الذي كان نائبا للرئيس باراك أوباما لدى إبرام اتفاق فيينا عام 2015 وبات الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية ألمح إلى احتمال عودة بلاده إلى الاتفاق النووي في حال عادة طهران إلى احترام كامل لالتزاماتها بموجبه. توصلت دراسة حديثة إلى أن عقاراً معروفاً ورخيصاً يمكن أن يقلل من وفيات فيروس كورونا بنسبة 75%، في حين وصفه أحد الأطباء بأنه علاج معجزة. العقار اسمه إيفير ميكتين، وتم اكتشافه في نهاية 70ات القرن الماضي، ورخص استعماله عام 1981. يستخدم العلاج لبعض التهابات الديدان الطفيلية، وينتمي إيفرمكتين إلى فئة من العقاقير تعرف باسم مضادات الديدان، ويعمل عن طريق شل الطفيليات وقتلها. وأشرت دراسة أندرو هيل من جامعة ليفربول وآخرون وحللوا فيها ما مجموعه 18 دراسة، وجدت أن إيفرمكتين مرتبط بتقليل الالتهابات والتخلص بشكل أسرع من فيروس كورونا. وفي 6 تجارب فعلا انخفض خطر الوفاة بنسبة 75% في مجموعة فرعية من المرضى المصابين بكورونا، وطبعا هذا الانخفاض يعد انخفاضا جيدا. يستخدم دواء إيفرمكتين في جميع أنحاء العالم ويكلف 12 سنتا لصنع مادة الدواء. إلى الفقرة الأخيرة في هذا البرنامج كاريكاتير.
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.